اهلا بيكم. النهارده معانا مفرش موديل جميل قوي، شكله حلو قوي، تقدري ان انتي تنفذيه باي حجم وباي شكل. هو المفرش بسيط جدا، هي كل اللي بيميز المفرش اللي هي اخر الوحده بس. طبعا الجزء ده عشان يبقى مظبوط لازم نمشي على خطوات معينه. الموديل ده تقدري تعملي منه مفرش، وتقدري كمان تعملي منه اللي هي الكسترات اللي بتبقى صغنططة، لما تكملي الشكل بتاعها بيبقى شكلها برضو حلو جدا وشكلها ظريف جدا، بتبقى قاعدة للكوستر او للكوبايات او اي حاجة انت حباها او اللي انت تغيري بيها الديكور بتاع بيتك. زي ما احنا شايفين كده الموديل بتاعنا سهل جدا وبسيط، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. في البداية احنا هنعمل زي ما قلنا، هنعمل سلسلة. تمام، السلسلة دي هنحط فيها 8 غرز. الخيوط اللي انت ممكن تستعمليها في الموديل ده، ممكن تستعملي خيوط الكردون الاسباني او الريبون. انا بستعمل دلوقتي الخيوط اللي هي الريبون المصري. ممكن تستعملي اي نوع من الخيوط، ممكن كمان الكليم، بس الكليم هيبقى تقيل شوية. تمام، هنا بقى هنعمل الدايرة بتاعتنا، معلش عشان ايه تبقى مظبوطة كده. هنعمل الدايرة بتاعتنا، الدايرة دي هنحط فيها كام غرزة؟ هنحط فيها 8 غرز. تمام، نلبسها كده في ايدينا كأني لابسه خاتم كده. 3 4 5 6 7 8. هنبتدي نقفل الوحدة بتاعتنا او الدايرة بتاعتنا جامد كده شوية عشان تبقى جاهزة معانا للشغل. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنشيل الابرة وهنسحب الايه، هنسحب الخيط بتاعنا. ممكن اسحبها بابرة رفيعة شوية عشان اقدر ان انا ادخلها من هنا كده، اهي كده، واسحب الخيط بتاعي كله لتحت، يعني اسحب الغرزة دي كلها كده لتحت زي ما احنا شايفين كده. تمام، اهي. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده نبتدي ننزل الخيط لفوق كل غرزة. هخلي الخيط بتاعي لتحت، مش هغير فيه اي حاجة. هنعمل في نفس المكان اللي انا خرجت منه، او نفس المكان اللي انا عملت منه الخيط اهو كده، هدخل فيه هنا اهو بالظبط، يعني نفس المكان اللي انا دخلت فيه ادخل فيه، وهشتغل في كل غرزة من الغرز دي. هشتغل 2، هنشتغل غرزتين مع بعض، غرزتين حشو. تمام، هنشتغل غرزتين حشو. ادي اول 2 اهو، 4. نحاول ان احنا نريح ايدنا في الشغل عشان ما يبقاش متني. 6، 8، 10، 12. طبعا المفروض انا عاملة 8، يبقى المفروض هيبقى عندي 16 غرزة. هيجي 14، 16. تمام، هنعمل ايه؟ هنشيل برضو الابرة، هنخرج كده ندخل من هنا ونسحب الخيط لتحت. هنسحب الخيط لتحت كده واشد الخيط شوية ونكمل مع بعض. السطر الثالث من الموديل اهو هيبقى عندنا هنا. السطر الثالث من الموديل هنعمل غرز، بس غرز بلفة، عمود بلفة بالشكل دوت اهو. هنعمل ايه؟ برضو هنخلي الابرة بتاعتنا او الخيط بتاعنا من الخلف زي ما احنا عاملينه برضو كده، ما بنطلعوش لقدام ولا حاجة. بندخل في الغرزة دي
وبنعمل غرزة حشو، وبنعمل واحدة كده وبنرتفع سلسلة. تمام، بناخد لفة، وفي نفس المكان بعمل عمود بلفة. تمام، الغرزة اللي وراها نفس الكلام، هعمل 2 عمود بلفة، يعني في كل غرزة من الغرز دي هعمل 2 عمود بلفة اهي كده. وزي ما قلت ما نحاولش ان احنا نشد ايدينا في الخيط، هنفضل نشتغل 2 عمود بلفة لحد ما نوصل للجزء اللي احنا بدأنا عنده. وصلنا لاخر سطر اهو، برضو هنعمل نفس الكلام، هنعمل اهي، هنجيب الغرزة، هنجيب الابرة من هنا كده اهو، ونسحب الغرزة لتحت. السطر اللي جاي هيكون معانا، بصوا شايفين اهي، ما عنديش مش مقوسة ولا اي حاجة، الغرز ماشية مظبوطة اهي. تمام، هنعمل هنا السطر اللي جاي ده، هنعمله ازاي؟ السطر اللي جاي ده هيبقى سهل جدا، هدخل برضو في نفس المكان اللي انا خارجة ده سحبت الخيط منه، هعمل غرزة حشو عادية خالص اهي. تمام، كل السطور اللي هي داير اللي جاية دي كلها هتبقى غرز حشو. عايزة برضو اقول على حاجة، ما تيجي تشتغلي غرز الحشو ما تشتغليهاش اللي هي بتبقى ايه على طول كده كده كده، لا، حاولي ان انت تمسكي الغرزة تخليها يعني ليها كده وبعدين تسحبي، بتفرق جدا بعد كده في الشغل. يعني لما تاخديها كده على الإبرة وبعدين تسحبي الخيط، هنكمل لحد بالشكل ده لحد ما يخلص كل الغرز اللي عندنا ونوصل لحد الجزء ده. وصلنا خلاص لنهاية السطر، برضو هعمل نفس الكلام، هسحب الخيط لتحت. تمام، هنا بقى هنعمل غرزة حشو اهي من نفس المكان اللي انا طالعة منه، وهعمل غرزة سلسلة لفوق. الغرزة اللي وراها هعمل فيها 2 عمود بلفة، 1 2. الغرزة اللي وراها هتبقى عمود بلفة واحد بس، اللي وراها هيبقى 2 عمود بلفة، يعني معنى كده ان انا همشي في السطر ده كله 1 2 1 2. تمام اهو، 1 2، اللي وراها هيبقى عمود بلفة بقى واحد بس، اللي وراها 2 عمود بلفة، وهنكمل لحد اخر السطر لحد ما نوصل لهنا. تمام، هنمشي 1 2 عمود عمودين عمود عمودين. تمام، خلصت اهو السطر. تمام، زي ما هنا بدأنا الغرزة عمود 1 2 1 2، لازم طبعا السطر عندي ينتهي ب2 غرزة عمود مع بعض. لو انت ما عملتيش كده او لقيتيها غرزة واحدة بس يبقى انت في غلط في العد. تمام، السطر عندي هنا هينتهي بغرزتين عمود مع بعض. خلاص، هنا برضو هنعمل ايه؟ هنا انا سحبت خلاص الخيط لتحت اهو، الغرزة الخطوة ديت بتخلي القفلة كلها من ورا، ما بتبقاش باينة من قدام، فبتبقى شكل المفرش معاكي بيبقى شكله حلو. تمام، هنا هنعمل ايه؟ هنعمل برضو غرزة حشو وهنطلع لفوق كده اهي، وهنعمل في كل غرزة من الغرز دي هنعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هي خطواته سهلة جدا، فاضل عندنا بقى اللي هو الجزء الاخير اللي هو جزء اللي هو بتاع الوردة اللي احنا هنعملها في الطرف ده، اخر سطر احنا هنعمله. ممكن بقى لو انت حابة تكبري المفرش عن كده
ممكن بعد كده بعد ما تعملي السطر دوت تمام، هتزودي بدل ما يبقى عمود اتنين هيبقى اتنين عمود اتنين عمود اتنين عمود، يعني اتنين 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 تمام. هنا انا عاملة عمود واحد هيبقى عمود عمود اتنين، يعني هتمشي واحد واحد اتنين. تفضلي بقى تمشي بالطريقة دي لو انت حابة تكبري المفرش بالطريقة اللي انت حباها. كل ما تبقى عايزة تزودي المفرش بتاعك زودي عدد الوحدات من هنا تمام. هنكمل غرز الحشو لحد الاخر ونكمل مع بعض. انا خلصت اهو الجزء دوت اللي هو عبارة عن كل غرز حشو، وزي ما قلت ان انت لو حابة ان انت تكملي الجزء اكبر من كده يبقى انت هتكرري السطرين دول. طبعا كل سطر هنا بتكرريه لازم تزودي في عدد الغرز، يعني انا هنا المرة اللي فاتت كانت واحد اتنين، تعملي اتنين اتنين، المرة الجاية هيبقى تلات اعمدة عمودين زيادة على حسب ما انت حابة الحجم. انا حابة الحجم دوت لانه بيبقى على قد الاطباق بس تمام. هنا انا قفلت الغرز بتاعتي، هنبتدي بقى ان احنا نعمل الوردة اللي هي الموجودة عندي هنا في المفرش ده. دي هنعملها ازاي؟ دي هنعملها هندخل هنا زي ما بنعمل، هنعمل غرزة حشو كده وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، هنطلع اربع واحد اتنين تلاتة اربعة. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد دي كده نسحبها على الخيط، والغرزة اللي جنبها برضو ادي تلاتة، الغرزة اللي جنبها ادي اربعة تمام. طيب الخمسة هتبقى فين؟ الخمسة هتبقى هنا، والستة هتبقى الغرزة اللي جنبها. يبقى انا كده عندي ست غرز موجودين على الابرة. اعمل ايه؟ اخدهم كلهم واسحبهم في غرزة واحدة، وبعد كده اقفلها واطلع بسلسلة زي ما احنا شايفين كده تمام. طيب عايزين نعمل واحدة تانية بقى اللي جنبها، دي بالنسبة لاول واحدة. التانية هنشتغلها ازاي؟ هندخل ادي اول واحدة، الغرزة التانية هتبقى ديت، التالتة هتبقى اللي هي في الدايرة بتاعتنا، الرابعة هتبقى في الجزء اللي هو في الوردة نفسها او نص الوردة بتاعتنا، دي كده كام؟ اربعة. الخمسة هتبقى في الفتحة، الستة هتبقى في الغرزة اللي جنبها. وبرضو نعمل ايه؟ ناخدهم كلهم مع بعض في غرزة واحدة ونقفلها، وبعدين نطلع بسلسلة. ادت معانا الشكل ده اللي هو الموجود عندي في، طبعا بنفضل نكرر الجزء دوت اهي، بنفضل نكرر الجزء دوت. اول واحدة برضو بندخل هنا، كده التانية هنا، التالتة تالتة هنا، الرابعة اهي، خمسة، الستة. هعمل واحدة كمان وبعد كده انتوا تكملوا السطر بالشكل دوت اهي. اول واحدة هدخل هنا، اجي عندي هنا غرزتين بدخل في الغرزة التانية، الغرزة التالتة هتبقى في الوسط اللي هي الدايرة بتاعت الوردة دي، الرابعة هتبقى الجزء اللي هو كده، الخمسة اللي هو الجزء اللي في الفتحة دي، الستة اللي هي الغرزة اللي جنبها. هنكرر لحد ما نخلص السطر كله بالشكل دوت، لحد ما نوصل لهنا ونقفل الشغل. انا هكملها وبعدين هقولكم على اخر حاجة هنعملها في المفرش بتاعنا. اهو كده خلصت المفرش داير داير كده كله.
طبعا ممكن تعملي منه كمان قطع صغيرة اللي هي بتاعت الكوستر اهي، بيبقى زي طقم كده على بعضه. طبعا هنا بتقطعي الخيط من هنا وبتبتدي ان انتي تقفليه. طيب اخر خطوة هنعملها ان احنا هنعمل من هنا، هنسحب كده الخيط من تحت اهو، دي اخر خطوة احنا هنعملها في المفرش. هنبتدي نشتغل من الجزء ده كده. طبعا دي هنبقى نربطها بعد كده من تحت وهندخلها في وسط المفرش اهي. نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي ان احنا نعمل الجزء الاخير في المفرش، ان احنا بندخل كده وبندخل في الفتحات اللي هي الموجودة في المفرش بتاعنا اهي، زي ما احنا شايفين كده اهو. بنعمل عبارة عن اهي غرز غرز كده، وممكن كمان انت تقدري تستغني عنها، بس هي بتدي للمفرش شكل حلو كده وظريف اهي. بعد ما بتخلص خالص بيبقى شكلها حلو جدا اهي. طبعا زي ما قلت المفرش تقدري ان انت تعملي منه احجام مختلفة، ممكن تكبري عن كده، ممكن تصغري عن كده، يعني تقدري ان انت تستغني عن بعض السطور اهي. بتفضلي بقى تمشي بالشكل دوت لحد ما يخلص الجزء ده كله، وبعد كده بتسحبي الخيط من تحت اهي، زي ما احنا شيء سهلة جدا، مجرد بس ان احنا بنسحب الخيط من تحت ونعمل سلاسل. حابة تعملي هنا كمان في الوسط مفيش مشكلة، بتفضلي بقى تعملي السلسلة دي لحد ما توصلي لهنا، وبعد كده بتسحبيهم وتقطعي الخيط وتبتدي ان انتي تقفليه من تحت، يعني بالغرز من تحت بتبتدي بقى ان انتي تدخليها من جوه المفرش عشان ما تبقاش باينة. تمام، وده الموديل بتاعنا النهاردة، ارجو ان هو يكون عجبكم. تقدروا ان انتوا تنفذوه بكذا حجم مختلف وبكذا شكل. ارجو ان الموديل يكون عجبكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.